انتباه من فضلكم، سواء بداية من هي المبنى على مستوى الساحة المركزية، ويتم تحجيم خلال الجزء ما بين محطة مساس النهاية ومحطة الحسن الثاني، وأيضا بين سيدنا من النهاية والألواح المناديل. هناك إمكانية المواصلة مع الخط الثاني على مستوى محطة عجمون وأنواع. شكرا لحسن التباع. ماشي اول مره تقريبا، اش كنقول لك، لا ثالث ولا رابع مره هو كيطيح هذا الشيء، لان تقريبا كل خطه كتساقط، ما كاينش واحد كما كنقول لك واحد الكونتينياسيون، واحد السويبي ديال الاشغال حول هذا الفندق هذا. مع ذلك سمعنا بان شركه فرنسيه اللي خداته، ولكن شركه فرنسيه خداته هذه السنين، حنا كنسمعوا فرنسا اللي خداته، ولكن شنو هو الهدف من وراء هذا الشيء كامل؟ ما عرفش. يعني خاص واحد الحزم اللي كيكون في هذا الجانب هذا، على اساس باش ننقذوا هذا الشارع هذا، باش يكون قبله الواجهه للسياح والاجانب المغاربه. هذا المشكل ديالو بدا كيطيح مع 6 الصباح، بدا كيطيح، حبسوا الطرام على حساب باش هو ما يطيحش عليه الحجر، وكيكون في جاي بنادم وهذا شي حاجه صافي، عيطوا عليه مجاو هنايا داروا الخدمه ديالهم، وقفوا على هذا الشيء، خصهم يحيدوا هذاك اللي غادا طيح واللي ما غاداش تطيح. المهم المشكل ديالهم جاو شافوه. انا اول مره كنشوفو كيطيح، ولا كان جيت لقيته طايح فيه النص، طايح فيه اكثر من النص، لقيته طايح وكيبدا كيطيح تا من بعد، واخا انا ضربت فيه شي حاجه طايح ثاني، عاود ثاني طاح. هاد اللوطي راه خطير علينا وعلى جميع السكان، حيت ماشي غير اول مره، راه دائما. ولكن اختي الله ينجينا وينجيكم. عرفتي من 7 الصباح حنا واقفين، لا تخام لا طريق لا حتى حاجه. في الصباح كنت جاي للعمل، كيبان لي هذا الحيط غادي كيهبط، صحابني شي حاجه، وانا صحابني الترامواي ضرب شي حاجه صافي. تلقى واحد الدري صاحبي تقريبا جينا، بقينا كنصوروا شويه وانا كنصيفطوا، الناس تجمعوا. دابا شحال مره تقريبا ولاو تقريبا كيوقعوا فيه شي مشاكل، قاعد شي الشمكاره كيشيروا بالحجر. تقريبا مؤخرا كنضربت كاع واحد الدريه صغيره، وبزاف صراحه كيوقعوا المشاكل بزاف في هذا اللوطيل.